رمضان ان شاء الله رمضان كريم على الشعب العراقي، واحنا رغم العطش والجوع برمضان وهو شهر كريم، احنا باقين على هاي الوقفه الاحتجاجيه ضد الفاسدين، ونستقبله بالتراحب وبالمناسبات وواحد يحب واحد. واحنا احنا احنا كشعب عراقي احنا ما عندنا شيء، يعني متوحدين كطبقه واحده، بس السياسيين الفاسدين اللي هم ما متوحدين، اللي هم دمروا المجتمع العراقي. مادة العدس، يعني هنالك ضحك على الذقون، لأنه الدولة مثل العراق ذات الإمكانيات العائلة والمقاومات الهائلة من أجل الاقتصاد العالمي، أنه تتبرع بنصف كيلو عدس لحد للمواطنين، علما أن هذا العدس لم يصل لحد الآن لبعض العوائل ومنهم نحن، لم يصل إلينا العدس بسبب سوء التوزيع من قبل وزارة التجارة. الشعب العراقي ليش ساكت؟ انت ساكت على هذا الفساد، مو فساد اعتيادي، فساد فوق العادة، يعني عبر الخطوط الحمر، فاحنا على اي اساس ساكتين؟ فاحنا مع الاسف نقول انه الشعب العراقي لا زال لحد الان ساكت، وساكت على حكومه فاسده، وهو ذا يتحمل ازرها. فمع الاسف انه هذا من ايدينا، ليش؟ انه احنا ما متكاتفين وملتهين ما اعرف بيش، وبعضنا متحزبين، يعني بعضكم انتم متحزبين، يعني باي وجه انت تنتمي للاحزاب؟ هو الاحزاب قدمت لك حتى انت تنتمي لها. فاحنا هاي المصيبه الكبيره اللي احنا نعاني منها بالشعب العراقي. الوقفات الاحتجاجيه لعل المسيون يستفيق من هذه النومه، ولا اعتقد يستفيق حتى تصرخ السماء صرخه تنهيه على اخره، هو ومن معه، لانه لا توجد، احترنا حتى في الكلمات والخطابات، اي كلام واي خطاب يوجه اي صنف واي نوع من الناس نحن نتعامل معهم، لا نظير لهم في الكون، لا نظير لهم في الكون. اوصلوا البلد الى حال لم يصل بلد في العالم الى مثل ما وصل الى العراق، اللي يمتلك كل المقومات ولكنه يفتقد الى كل شيء مع الاسف.